اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، وانا حابب ان احنا يكون عندنا الماتيريال بتاعنا في متناول الجميع. لا يخلو بيت من وجود البطاطس والبتنجان ابو قلب ابيض زي الشيف المغازي. النهارده هنعمل مع بعض شويه بابا غنوج بطريقتي مع الرمان وبشاير الرمان بتاعنا من خير ارضنا. هنشوف ازاي نعمل مزيج ما بين الرمان وبابا غنوج او سلطه البتنجان، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، مش المتبل، حاجه غير المتبل عشان برضو ايه نفهم البتنجان صح. معانا بطاطس النهارده، واحده بطاطس وواحده لحمه، هنشوف ازاي نعمل كفته البطاطس باللحمه المفرومه، هتعجبكم. نعملها بالوايت صوص، نعملها بالريد صوص، هنشوف نعملها مع بعض ازاي برضو بمدرسه المغازي. نيجي بقى للحلو. احنا عندنا اكله مشهوره جدا، الكسكسي بالحليب، الكسكسي بالمكسرات. ليه ما نعملش الكسكسي بالقرع العسلي؟ بما ان احنا اتكلمنا عن القرع العسلي وعارفين قيمته الغذائيه عاليه جدا، فتعالوا نشوف النهارده هنقدمه ازاي القرع العسلي مع الكسكسي. حلو مش بالطريقه التونسيه او المغربيه، هنقدمه النهارده مع العسل مع المكسرات، عجيب وهيعجب حضراتكم ان شاء الله. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل افكار بسيطه وسهله في متناول الجميع، ولكن بمدرسه المغازي تقدر تخش المطبخ تعملي اكلات بطريقه جديده وبطعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صورة القرع العسلي مع الكسكسي بصراحة تخطف الأنظار. يعني في حاجة حلوة كده على السفرة بتاعتنا بتبقى هي حديث السفرة. بابا غنوج ممكن نكون احنا أكلناه قبل كده، عملناه قبل كده، ولكن لما نخترع طبق أو إن احنا نألف طبق أو إن احنا نعمل حاجة حلوة بنحبها زي القرع العسلي عندنا وعندنا الكسكسي، سواء جاهز سواء جبناه علب، شفتوا التكنيك العالي في عمايله، شفتوا الصورة الحلوة على الشاشة، حطينا عليه طبعا شوية زبيب وشوية جوز الهند. انت ممكن تحط فستق، تحط مكسرات زي ما انت عايز. بتعمل ايه يا عم الشيف المخرج بيسأل؟ انا بعمل دلوقتي بابا غنوج، شوينا البتنجان ابو قلب ابيض على عين البوتاجاز، وبعد ما اتشوى حطيناه في الفرن يكمل سواه، ومسكناه بالسكينة كده، ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه، مسيرك يا بتنجان تيجي تحت السكينه وتتقطع. معانا زبادي، معانا بقدونس ناعم والزبادي اختياري، معانا زيت زيتون، ثوم، عصير ليمون، فلفل الوان، وتعالوا نعمل مع بعض طبق السلطه. جميل جدا. زي ما انا شغال كده والمقادير على الشاشه لطيفه وجميله، والطبق السلطه دايما اقول هو بمثابه لوحه فنيه بتبين مدى حبك واهتمامك بمطبخك، سواء النظافه، سواء الترتيب، سواء التقطيع، سواء التقديم. ده مهم جدا، الترتيب غير التقطيع غير التقديم. حلو. معانا خس كابوتشا، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بحط شوية الملح بالشكل ده كده على البتنجان. معانا فص توم حلو ناعم بالشكل ده كده، شوية بقدونس مفرومين ناعمين. لا مش هتحط لها بصل، لو اتحط لها بصل والله ما هناكلها. ليه بقى؟ أنا مع البصل لما بتحط في السلطة ني بيصنن كده ويبقى طعمه مش حلو وشكله مش حلو. معانا فلفل اصفر نشتغل في السلطه بتاعتنا، بس سلنا ده فلفل اصفر عايز افرمه مع بابا غنوج عشان هنعمل مزيج دلوقتي ما بين الالوان اللي تفتح النفس. عايزاه سبايسي حطي قرن فلفل حار، مش عايزاه سبايسي اختياري. قطعنا الفلفل ده كده، ركزي معايا عشان الموضوع هنا فيه خبرة طهوية شوية. اهو كل دول مع بعضهم يا شيف. ونحط عليهم زيت زيتون. حلو.
واخلط دول مع بعضيهم عشان لينا كلام تاني في قلب الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الكلام. شفتوا الخليط ده كده؟ هتقولي لي ليه بقى حطيتش فلفل احمر يا شيف؟ عملت ايه؟ انا هحط ده هنا كده ونشوف الشيف المغازي هيعمل ايه. ننزل بالخليط ده كده. اه ركزي معايا، ده لو غرفتيه مع البابا غنوج الناس هتضحك علينا طبعا، هتصيص معايا ويبقى شكلها وحش جدا ونتضايق من بعض والطبق يبقى مصيص. لا والف لا، معانا نعناع اخضر لان الاكله دي اساسها توم. بنزل بالنعناع الاخضر كده عشان احس بطعمه تحت اسناني. ننزل بالطحينه بتاعتنا، هي الطحينه بقى اللي هتلعب دور مهم جدا على فكره. الطحينه اللي انا بحطها دي انا عايز انزل كل اللي في البوله، هي اللي هتلعب دور مهم جدا. اه طبعا ما تنسيش انك حاطه ملح هنا، وما تنسيش انك حاطه زيت زيتون هنا، وما تنسيش انك حاطه توم هنا. اه شفت الخليط والقوام ده كده؟ اه بنلعب احنا. فلفل اصفر، فلفل اخضر، ما حطيتش فلفل احمر انا، مش عايز فلفل احمر انا فيها خالص. هنا الطعم مختلف، حطينا فلفل احمر رحنا في مكان تاني. اه شفت ازاي؟ طحينه تاني، زيت زيتون حطيناه مع الفلفل واحنا بنضربه في الخلاط، حطيت كام ورقه نعناع اخضر حلوين، عصير ليمون. العب. هنقلب دول مع بعض مع شويه كمون. البتنجان عنده شويه ايه؟ انتفاخ، مشاكل مع البتنجان، فوجود الكمون على البارد هنا الطعم بيختلف. هناخد البتنجان اللي معانا ده كده، اللهم صل على النبي، وننزل بهنا كده. خلي بالك ده بتنجان، الله على الصوره الحلوه، لا النهارده فرسان التلفزيون المصري ابداع ابداع. البتنجان نازل يتناغم فرحان. اه مع توم مع بقدونس، اتهرس بالسكينه. اه ابو قلب ابيض، حد يصدق ان اللي في الكاسرولة ده قبل وده بعد؟ الخبرة الطهوية بتلعب دور مهم جدا على فكرة. ده بتنجان اتشوى وبعد كده فرمناه بالسكينة، عملنا الخلطة بتاعتنا اللي حضراتكم شفتوها بالشكل ده كده. هنقلب الطبق ده كده اهو. السلطة دي اللي هياكل منها يدعيلي. دي عايزة يا شيف بقى، دي عايزة صليط الكفتة اللي انا عاملها دي كده، عايزه شويه مشويات. بنشوي بقى في الجنينه، بنشوي فوق السطح، بنشوي في البلكونه. شفت السلطه دي؟ اه ليه لونها كده يا شيف؟ اصبر على رزقك. زيت زيتون عصير ليمون هو الاساس. نجيب طبق التقديم بتاعنا اللطيف الحلو، اللهم صل على النبي، يستاهل يستاهل الطبق الحلو ده. هنرسم لوحه فنيه دلوقتي، ناخده زي ما هو كده. الله طلع نزل بتنجان. اه بس بتنجان مع في ايد الشيف المغازي ما بقاش بتنجان، بقى ذهب. لسه ما خلصتش، بالله عليك تصبر على رزقك شويه، اوعى تغير المحطه. العب يا السمك. اه اوعى تغير المحطه. زي ما قلت لحضراتكم، ابو قلب ابيض من بره اسود، البتنجان. والله لو احط دي جنب دي بجد انا عاجبني الموضوع، اختراع يا مغازي. اه
حلو؟ معانا رمان. الله تسلم ايدك يا شيف والله. معانا الرمان بتاع الصعيد الجميل الأسيطة. عندهم الرمان حكاية بنصدره للدنيا كلها أسيوط. لسه ما خلصتش. ألف هنا وشفا. على فين يا شيف؟ هو ده. حلقتنا النهارده فيها خبرة طهوية؟ فيها توفير؟ فيها رؤية وفن وإبداع؟ عملنا صينية أقراص كفتة اللحم بالبطاطس بتكنيك عالي مع الريد صوص اللي هي صوص الطماطم، خدمنا عليه كويس. عملنا طبق جميل جدا بيتكلم مصري اللي هو القرع العسل اللطيف الحلو اللي عملناه مع حضراتكم، وشفنا مع الكسكسي اللطيف ازاي. وعملنا كمان بابا غنوج، ما اسموش بابا غنوج بقى، اسمه عروس السفرة بجد. في الكوشة كده البتنجانية اتحولت من الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده للطبق الحلو، اللوحة الفنية اللي انا رسمتها اللي انا ممكن اتصور معاها سيلفي. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.